والكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الاتحاد المغربي للشغل. تفضل يا أستاذ. السيدة المستشار. سيد رئيس، سيد الوزير، إلى أي حد استطاعت الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات المساهمة في تقليص معدل البطالة ببلادنا؟ كلمة لكم سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيدة المستشارة على إثارة هذا الموضوع متعلق بالأدوار التي تقوم بها الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات. هي مساهم من بين يعني المساهمين الكثر في هذا المجال ديال الحد من البطاله وانعاش التشغيل ببلادنا، وهي الفاعل العمومي الوحيد الذي يقوم بهذا المهمه ديال الوساطه، على الاقل الوساطه في مجال التشغيل، والتي تعتبر هو الاختصاص القانوني ديالها، وتعتبر الدرع العمومي الذي تعتمده الحكومه في تنزيل سياسات التشغيل في القطاع الخاص. على كل حال، هناك مجهود كبير بذل منذ تاسيس الوكاله. انا اعطيك بعض الاحصائيات المتعلقه فقط بالسنتين الاخيرتين، سنه 2018 و2020 استفاد 333,557 شخص من المقابلات من اجل التموقع، واستفاد 221,366 باحثا عن شغل من ورشة البحث عن العمل. بالنسبة لبرنامجي إدماج وتحفيز، استفاد من الأول 287,486 مستفيد. بالنسبة للبرنامج الثاني الذي تم يعني وضعه منذ سنة 2016، استفاد فيه 25,627 مستفيد، بالإضافة طبعا إلى برنامج تأهيل الذي استفاد منه العديد من الآلاف الشباب المغاربة، 12,000 بالنسبة للتكوين التعاقدي، 10,000 أكثر من 10,000 بالنسبة للتكوين التأهيلي التحولي، ثم أكثر من 42,000 بالنسبة للتكوينات الموجهة لدعم القطاعات الواعدة. بالنسبة للجانب الآخر الذي اشتغل عليه الوكالة المتعلق بالتشغيل الذاتي، استفاد على كل حال في هذه السنتين كما قلت 14,455 ألف مستفيد استفادوا من برامج المواكبة، وتم تأسيس 5,480 مقاولة صغيرة أو نشاط مدير للدخل، وإحداث 10,946 منصب بالنسبة لهذا النوع فقط. وشكرا. شكرا. كلمة لكم السيدة المستشارة. يمكن نقولوا أنها جميلة، ولكن للأسف لا تبرهن عن واقع ما نعيشه من بطالة ومعدل بطالة. اليوم عندنا أكثر من 1,400,000 عاطل عن الشغل. سيد الوزير، كنظنوا أنه من ضمن استراتيجيات البرامج ديال الوكالة هي هدفها هو التشغيل وهو ضمان العمل القار، ولكن للأسف الإشكال في مسألة التنزيل وفي مسألة التفعيل الحقيقي لهذه الاستراتيجيات. وكما أقول سيد الوزير، أن واقع حال ما آلت إليه الأمور بالنسبة لهذه الوكالة أصبح زعما بسبب أو بعدة أسباب اللي ما يمكنش نقولوا أنها نجحت وأنها وصلت للمستوى المطلوب. كون العديد من المقاولات والوحدات الإنتاجية رغم استفادتها من دعم الدولة عن كل عقد عمل لا تلتزم للأسف بترسيم العاملين المتدربين بموجب هذه العقود. هذه العقود التي أصبحت مجرد وسيلة لدر الرماد في العيون والخرق السافل لمدونة الشغل باستغلالهم وإجبارهم على العمل ليلا أو نهارا لساعات إضافية غير قانونية دون أي تعويض، وفي غياب تام للمراقبة والتفتيش والتتبع من طرف الوكالة. فهل تتوفرون السيد الوزير على إحصائيات المرسمين بهذا الصرف من العقود؟ فكيف يعقل السيد الوزير تشغيل 50% من شغيلات الشركات بعقود لانابيك المجحفة، حيث تحولت هذه المؤسسة إلى آلية لنشر البطالة والهشاشة الاجتماعية بدل المساهمة في خلق العمل القار الضامن لأدنى شروط العيش الكريم؟ فما جدوى هذه الوكالة؟ ألم يحن الوقت بعد للتفكير في آليات أكثر نجاعة؟ ومن ضمن الأسباب الأخرى غياب المواكبة والمراقبة الآنية والبعدية وغياب الشفافية بخصوص عقود تهجير اليد العاملة المؤهلة إلى الخارج. أين هي الإحصائيات والمؤشرات بهذا الخصوص؟ ما حقيقة تحويل مؤسسة لانابيك إلى آلية لتهجير الأدمغة تحت ذريعة تدبير الهجرة الآمنة والقانونية التي صرح بها أحد مسؤولي لانابيك أمام المفوضة الأوروبية لشؤون الهجرة سنة 2020؟ وما مصير العاملات بحقول الفراولة لا يعتبرن أنفسهم جزء من الهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا، ولا يشعرن بالإقصاء لعدم تهجيرهن رغم قبول طلبهن؟
ولذلك فإننا في الاتحاد المغربي للشغل نطالب بتطوير آلية فعالة لضمان حماية العاملات ووضع حد للانتهاكات الصارخة الحقوقيين. لقد صرحتم عقب اجتماع المجلس الإداري للوكالة عن تحقيق هذه الأخيرة لجميع الأهداف المستطرة برسم سنة 2020. كيف ذلك والوكالة لم تقم بأي إجراء يذكر في ظل الجائحة وتداعياتها على عالم الشغل؟ هذا المجلس الإداري الذي أقصيت منه النقابات الأكثر تمثيلية مع العلم أن التشغيل يدخل في صلب اهتماماتها. إننا في الاتحاد المغربي للشغل نطالب بالاستجابة للمطالب المشروع المستخدم للوكالة لأنه قطب الروحة في تنفيذي وإنجاح أي برنامج ونتمنى أن تأخذوا هذه الملاحظات بعين الاعتبار. انتهى الوقت. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارتاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.